عالميا لسلامة الترقية. وقد خلد هذه السنة تحت شعار بفضل تروكنا التغيير ممكن. وكما جرت العادة فقد قامت فئات عديدة من المتدخلين والفاعلين الجمعويين وشخصيات مدنية بتنظيم مجموعة من التظاهرات والتدخلات وتنشيط ندوات حول سلامة الترقية. وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام والسلطات المحلية بمختلف مصالحها ومستوياتها تواكب هذا الحدث وتوليه العناية التي يستحقها قصد التعبئة والمساهمة في المجهودات المبذولة من أجل تكريس الوعي الجماعي بضرورة أحداث تغيير في سلوك السائق في سلوك السائقين ومستعملي الطرق على السواء. هذا وفي نفس السياق سبق أن أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية للمسؤولين مباشرة من أجل فرض احترام قانون السير من طرف مختلف فئات مستعملي الطرق ووقف النزيف الذي يحصد الآلاف الأرواح السنوية أو يخلف عشرات الآلاف من العاهات والخسائر المادية للسينا. إن خطورة ما أصبح يقع في مختلف شوارع وطرقات المملكة يفرض مضاعفة الجهود ويحمل كل فرد في المجتمع المسؤولية بصفة مباشرة على خطورة ما وصلت إليه الأوضاع، وإنه يتوجب عليه المساهمة في مكافحة هذه الكارثة المدمرة. وهذا يعني أن نواصل هذه الحملة ولم نربطها بتاريخ معين، فهي مستمرة هذا النزيف، ولنا اليقين أننا سنحقق الهدف المنشود إذا توفرت العزائم والإرادات، ومع ذلك على الله العزيز. زميلاتي وزملائي، إن خطأ بسيطا أو غافة منكم قد تدفعون ثمنها غاليا، فخذوا حذركم والتزموا بقواعد المرور، واحترموا حق الأسبقية وإشارات الوقوف والتزموا ممرات الراجعين.